بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بصراحة الواتساب عندي أمس ما سكت، وأيضا في التعليقات عبد العزيز قطر تمنع اليمنيين من دخول قطر في كأس العالم، في ناس شارين بطاقات هي وقطر تلغي هذه البطاقات، وفي بعض الناس في الواتساب وهذه عنصرية وعنصرية ضد اليمنيين، وش معنى ضد اليمنيين؟ شو السالفة؟ والله يا اخواني الكرام انا ما اعرف يعني. فقلت خلني اتاكد من الموضوع، فدخلت قلت خلني اتاكد يعني شو السالفة قبل ما انا اطلع واتكلم وهذا. فدخلت على جوجل ابحث عن خبر، ابحث عن مصدر رسمي، ابحث عن ما في الا اللهم ثلاث اربع مواقع يمنيه اول مره اسمع عنها صراحه، مواقع يمنيه اول مره اسمع عنها، لا هي رسميه ولا هي قطر العنصريه، قطر تنهب اموال اليمنيين، قطر تسمح لاسرائيل بالدخول ولا تسمح لليمنيين. وصراحه بعض الاحباء من المتابعين اليمنيين بعثوا لي عبد العزيز في حمله شرسه في اليمن ضد قطر، واحنا قاعدين حمله ونسمع ان قطر مانع اليمنيين من دخول كاس العالم ومانعه ومانعه ومانعه. انا صراحه قلت يعني ابي اسوي حلقه واوضح الحقيقه. اول شيء اخواني الكرام، ترى انا مش المتحدث الرسمي باسم كاس العالم، ولا انا المتحدث الرسمي باسم الفيفا، ولا المتحدث الرسمي باسم اللجنه المنظمه لكاس العالم. اخواني انا مالي خص، عندكم مشكله روحوا اسالوهم هم، انا مالي خص. اخواني الكرام كذا مرة اقول انا انسان اعلامي حر مستقل، مو بكل ما صار شيء في قطر تيون تسألوني انا، اللي يبي يسأل من باب التوضيح واني انا اجاوبه ما عندي مشكلة، لكن ان بعض الناس يوجهون لي الاتهام، لا توجه لي الاتهام يا حبيبي، انا مش مسؤول ولا عندي منصب ولا عندي حاجة، انا انسان ناشط اجتماعي واعلامي حر مستقل لا أتبع أي جهة. هذا رقم واحد. الشيء الثاني يا أخي، أنت يا المواطن اليمني يلي بعث لي على الواتساب أو اللي علقت، شنو دليلك؟ من وين أنت جبت أن قطر منعت اليمنيين من دخول قطر؟ شنو الهدف من إثارة هذه الأمور؟ أنا لا، خلونا نتكلم، ويا ريت أيضا تشاركونا شرفاء اليمن يكتبون في التعليق، انت شنو دليلك؟ من وين جبت انه والله قطر منع اليمنيين من دخول قطر اللي عنده بطاقة هي؟ انا صراحة بحثت عن يعني قناة حقيقية ما شفت، وكالة انباء حقيقية ما شفت، القنوات العالمية اللي بس ينتظرون غلطة على قطر، لا بي بي سي ولا سي ان ان ولا يورو نيوز ولا فوكس نيوز ولا 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 ولا، ما شفت حد تكلم ان قطر اصدرت قرار بمنع اليمنيين من دخول قطر وحملت البطاقات والمشجعين، انا ما شفت. تعال اخوي العزيز انت يلي قاعد، لكن فعلا اللي انا لاحظته ان في حمله، يعني راقبت الامور الاعلاميه، حمله شرسه معروفه ان وراها كلاب نابحه تريد زرع فتن ما بين الشعب القطري والشعب اليمني. أنا هذا اللي استنتجته. أنت يعني، أنا بسألك أخي العزيز، أنت كمتابع يمني مش يمني، بسألك كمتابع، لما أنت تكون عندك مشكلة ليش تقول عنصرية مقيتة؟ قطر تدخل الإسرائيليين وما تدخل اليمنيين وتنهب أموال، قطر تنهب أموال اليمنيين؟ يعني يبين من الأخبار ومن العناوين أنها وراها كلاب نابحة تريد زرع الفتن ما بين قطر وما بين أهلنا في اليمن. حتى من زمان تتذكرون مرة سويت حلقة قطر تمنع دخول اليمنيين وتمنع التأشيرات عن اليمنيين وتمنع وتمنع وتمنع، وأنا طلعت كذا مرة وقلت أن لا زالت القوات العسكرية القطرية سواء جيش شرطة الأولوية أنها تشغل اليمنيين، ولا زالوا يدخلون ويتعينون ويتوظفون عندنا. مين؟ وين؟ تعال يا حبيبي عطني الدليل. انت اخوي اليمن اللي بعث لي رساله، من وين جبت الخبر؟ من وين سمعت الخبر؟ انا الان ارجوكم لا ادافع، ما اقول لك والله اي او صح،
تعال قبل ما أنا أتأكد عطني دليل حقيقي. إيه والله في واحد نزل تغريدة. لا والله هذه تضريطة. أنا بنزل تغريدة الحين. أنا بنزل تغريدة بقول والله في قطري دخل اليمن وتعرض للضرب وتعرض للسرقة. أنا مستعد أنزل تغريدة الآن. هو كل واحد طقع وضرط بروح نصدقه؟ فأخواني الكرام أهلنا في اليمن، يعني أنا ما أقول لكم والله هذا الخبر صح أو غلط ودافع. لا يا أخي تعال يا حبيبي عطني دليلك. أنت من وين جبت الخبر؟ أنا أقول لكم بحثت والله عن مصدر حقيقي رسمي ما حصلت. واحد يقول لك والله أنا دفعت ملايين الريالات، طبعا ملايين الريالات بالعملة اليمنية أقصد يعني، وشريت تذكرة ودفعت السكن ودفعت بطاقة هيئة. طيب يا أخي أنت إنسان عندك بطاقة هيئة ودفعت ملايين الريالات وحجزت فندق، صارت لك مشكلة يا أخي الموقع اللي أنت حجزت بطاقة هيئة راسلهم يا حبيبي، ليش تطلع تبعبع في الإعلام؟ بعدين أنا أوجه نصيحة لأي مواطن يمني اشترى تذكرة هيئة هذه وبطاقة المشجعين وتذكرة دخول مباريات، أنت صارت لك مشكلة مفي اتحاد كرة القدم اليمني، روح له يا أخي اسأله. هذا واحد ما عندكم لجنة أولمبية، روح اسألها، خلي اللجنة الأولمبية اليمنية تخاطب لجنة الإرث أو اللجنة المنظمة لكأس العالم في قطر. ما عندكم سفارة قطرية في اليمن، يا أخي روحوا قابلوا السفير، كلموا السفارة، لكن يبين أن الحملة اللي قاعدة تسير هدفها زرع الفتن. أنا الآن أنتظر، أنا والله بالعكس معاكم أهلنا في اليمن، أنا مش ضدكم، عطوني شيء رسمي لأن ما في حد بعث لي شيء رسمي. كل اللي بعثوا لي على الواتساب جزاكم الله خير المحبين والمتابعين، كل اللي بعث لي قال لي عبد العزيز هل قطر منعت، عبد العزيز لماذا تمنعون، لماذا كذا، وليش وليش وليش. طيب شنو دليلك حبيبي؟ أنت وين دليلك؟ إيه والله في إعلامي طلع. لا والله ما طلع، طقع الإعلامي طقع. فإخواني الكرام يعني أكرر كلامي، أنا ما قاعد أدافع الآن، أنا أنتظر الدليل، لأن أنت لو عطيتني الدليل أنا مستعد أروح أكلم اللجنة المنظمة. أنا لعلمكم أمس سألت 2 أو 3 من الناس اللي في الرياض، والله عبد العزيز أول مرة أسمع منك. اليوم قبل ما أسجل الحلقة اتصلت حق واحد من المسؤولين قال لي والله عبد العزيز أول مرة أسمع منك. إخواني الكرام أنا بس أعطيكم معلومة، البطولة لا تملكها قطر، بطولة كأس العالم ملك الفيفا، ملك الفيفا، الفيفا هي اللي تحط القوانين والفيفا تلزم قطر. أنا أقول لكم حتى لو واحد صهيوني اشترى تذكرة هيا هذه يدخل، كل واحد يشتري بطاقة والقانون كان واضح وهذا اللي أنا عارفه. ولا تدخلوني أنا إنسان، ترى قلت لكم مليون مرة أنا ما هالأمور تفصيلية وكورة مكورة، أنا ما تابع، أنا ما تابع أخواني الكرام هالأمور. فرسالة للشعب اليمني، انتوا مش شعب يمني عادي، انتوا اهلنا وتاج راسنا. وانا كررتها دائما، كثير من المواطنين القطريين من حملة الجنسية القطرية من اصول يمنية، نفتخر فيهم واهلنا ومتناسبين معاهم ومتزوجين معاهم. وين العنصرية؟ تعال يا حبيبي، القوات العسكرية القطرية سواء جيش شرطة، عندنا قوات الامن الداخلي، الحرس الاميري، كثير من الجهات الأمنية أساساً من الأركان، من أركانها أهلنا من اليمن، من الستينات جاءوا عندنا ويعتبرون حتى من المؤسسين، معظم الأفراد ومعظم الضباط كانوا من أهلنا من اليمن من الستينات. تعال يا حبيبي وين العنصرية اللي تتكلم عنها؟ تقوى الله يا ناس، لا تثيرون الفتن. وإذا أنا أقول لكم إذا صار هناك يمني 10 أو 20 صارت لهم مشاكل في الحجوزات، يا أخي عندك السفارة، لا تيجي تقول لي والله قطر تنهب الأموال وتسرق. أنا أقول لكم في ناس الآن، وجزاه الله خير واحد يمني أمس والله بعث لي رسالة قال لي عبد العزيز الحق، في ناس كلاب مستأجرة قاعدين يثيرون الفتن ما بين الشعب القطري والشعب اليمني. تعبنا يا أخي فعلا، حقد وحسد يا أخي، اتقوا الله سبحانه وتعالى، عيب والله شغل النميمة والفتنة عيب، وأكرر عيب أنها تطلع من ناس للأسف من اليمن. وإحنا نعرف أن أهل اليمن كلهم رجال، لكن لما يطلع كم من مرتزق يثير الفتن عيب. أنت عندك مشكلة، أنا لا أنكر قد تحدث مش يمكن هالموضوع صحيح، يمكن صار هالموضوع،
ولكن نعالج الموضوع بحكمة ونسأل، نبعث إيميل، نبعث رسالة، نكلم السفارة. أنما أطلع أنا أسوي فتنة، قطر العنصرية الدخل الإسرائيلي، معروف يا حبيبي أنت بتجي تتعلمني، أنا أعلمك يا حبيبي وأعلم 10 من أشكالكم يا مرتزقة يا أنجاس يا اللي تحطون هالعناوين. أنت يا اللي تحطون هالعناوين في الإعلام ما حطيتها لأنك أنت كلب مستأجر مدفوع لك من قبل جهات بهدف زرع العنصرية ما بين الشعب القطري واليمني. وأكرر قبل ما أختم، أهل اليمن على رأسي، أفتخر فيكم أنا كمواطن قطري، وقطر الحمد لله رب العالمين مليئة من المواطنين اللي أصلهم من اليمن، ومليانة من أهلنا من اليمن اللي يشتغلون في قطر ويشتغلون وهم إخواننا وأهلنا. وعيب أني أنا أقول والله هو جاي يشتغل عندي، عيب، بالعكس هذا الواجب وبلاده هذه. حسبي الله ونعم الوكيل. قبل ما أختم، أي إنسان عندك دليل حقيقي هاته، قل هاتوا برهانكم، هاتوا برهانكم حبيبي، والبرهان اللي بتطرش لي صدقني أنا وعدك بابعثه حق المسؤولين اللي عندنا في لجنة الفيفا ونسألهم عن هذا الموضوع. أتمنى الرسالة تكون وصلت.